تفضلوا انا هون على طول، رجعوا لعنا. اكيد رح ارجع. يا انسي، ما بتحبي البندورة؟ نو ما بتيقى. انتي لازم تاخدي من هالبندورة، لساتك صبية بأول عمرك. شو دخل البندورة بعمري؟ يا معقولة يا روحي؟ أكيد العلاقة. أنا لما كنت بعمرك كنت كل يوم أكل منها. كتير بتقوي. ليش ما عم تمشي؟ ليش وقفت؟ مرة كبيرة عم تقطع الطريق، شو مالك شايفة يعني؟ لختيارة مثلها شو مطالعة من بيتها؟ تروح تقعد بالبيت أحسن لها. لك أنت لوين رايح؟ خالي، من بعد إذنك خليني ساعدك. إيه؟ يسلموا يا ابني. الله يخلينا ياكل. ديري بالك على حالك، انتبهي خالي. يكتر خير. شكراً، لا تواخذنا. يا ربي دخيلك، انت عم تعمل فيني هيك اصلا يعني؟ شو قلة هالزوق اللي عندك؟ قلت لك مستعجل كتير، شو انت ما عم تفهم بالحكي ولا شو؟ خير؟ نزل من السيارة. شو ما سمعت شو قلت لك؟ يلا نزل. يلا نزل من السيارة، روح! بعد ايدك عني ولا؟ هلأ. انا هلا رح اخذ رقم السيارة. يا وبعرف شغلي معك يا واطي. أنا إلي سنين ببيع بهالسوق، بحياتي كلها ما شفت مثل هيك غلة. لكن لازم يكون البياع شاطر. بنتي جيبي هالحلو معك كل مرة، ناطرتكم الأسبوع الجاي كمان. أنت شو قلتي خالي عائشة؟ خلص لا تشيلي هم خالتي، أكيد رح أجي. الله يرضى عليك ويحميك يا روحي. شكرا كتير يا خالي، يلا بشوفك. يلا روحوا، الله معكم. ليكي خططك ما عم تنجح وانتي مستحيل تغلبين. اذا هيك رح بوس ايدك وادعي عليها بالكسر. تفضلي بوسي. يلا شيل ايدك من وشي، شو غليظ. ايه بما اني نجحت بكل الاختبارات فصار فينا نتعشى سوا، هذا الا شيء يا خان. تعرف انت بتستاهل، المسا تعال خدني. لكان البسي لبس انيق. ليش انا ايمتى كان لبسي مانو انيق؟ انا ما قلت هيك، انت دائما لبسك انيق ومرتب، بس انا يلي بقصده لا تكوني مثل كل يوم، لانه الليله رح تكون مميزه كتير. شو طالعة حلوة. شكرا لك. شو في؟ ما بعرف، حسيت بشي غريب. ليش؟ طلعتي بسيارتي برواق.
يعني بدون أي مشاكل وبدون ما تخاني. كانت هالمرة حلوة. شو يعني هلأ عجبك الوضع أكتر؟ أي أكيد عجبني. برافو برافو يا حلوة. لوين بدنا نروح؟ تعرفي لما نوصل. حياتي ريما، عن جد يسلموا ايديكي. شو هالصفرة، عن جد بتاخد العقل. برافو عليكي. يا ريت اللي عنا يتفرجوا ويتعلموا شوي. ما بدي لا اتعلم ولا اتفرج. ايه طبعا لا تتعبي حالك، انت لف السندويش بتعتبري فن. طيب انا هلا رح اخد دوش ممكن؟ ايه طبعا حياتي. بس الي يومين بنفس الثياب، فيني غيرهم؟ مزبوط. لك انا شلون ما انتبهت. بتقول ليك أنا تيابي ما بيزبطوا على ريما. ليكي بتول، مثل ما تيابي زبطوا على أمير هداك اليوم، تيابي كمان بيزبطوا على ريما، ولا أنا غلطان؟ شو قولي؟ يلا. ليكي وعطيها منشفة نظيفة لمرت أخوك ريما، ماشي؟ قلت مرت أخي. يلا يلا. شكراً كتير بتول، أمانة لا تواخذيني. ما بتتواخذي ولا يهمك، مرت أخي الحلوة ريما رح أعطيك تياب. مروان إلك 8 ساعات عم تفطر، شو ما شبهت حبيبي؟ حياتي بس لا تنسي إنه أنا محبوس وباب الغرفة مقفول، يعني ما رح أقدر أطلع، لهيك أنا لازم أكل منيح. هي آخر قطعة وحياتك، خلاص الأخيرة، وأنت بتعرفي إني بسرعة بجوع. أنت بتجوع بسرعة وأنا بعصب بسرعة، بتعرف هالشي ما؟ ومع كل هاد أنا صابرة لهلأ عليك. يلا لشوف، حط لي هالقطعة بتمك فورا بسرعة. مروان بتحبي تاكلي شي لقمة منها؟ لا حياتي ما بدي أكل ولا لقمة، بس حط هاللقمة بتمك بقى أحسن ما تعصبني أكثر من هيك. يلا يلا. هي أنا ما كنت بدي أكلها هلأ، تاركها لبعدين. هات هي. أشو هاد؟ وهلأ صار الوقت، أنت جاهز؟ حبيبتي ما بعرف إذا جاهز ولا لا. طيب شو رأيك نأجلها لبكرة؟ لا والله أنا ما عاد أجل ولا لحظة واحدة. أنت جاهز؟ رعدي. اسمعي ليكي حياتي، أنت شفتي لهذاك الفيلم عن مصاصين الدماء؟ أنت بتعرفي قصة هذاك الفيلم شي؟ فكرتي قبل أنه ممكن يكونوا موجودين بيناتنا؟ لا بصراحة ما فكرت. طيب تعالي لأحكي لك قصة الفيلم، وهلأ رح تفكري أنهم موجودين. هدول مصاصين الدماء كانوا ناس طبيعيين، بس بعدين صار معهم شغلة. شكراً لك حبيبتي. استني ريما لا تفوتي على هالغرفة، بعدين الحمام تحت. طيب جهزت كل هالشي، ماني مصدقة عيوني. كل يوم عم تتفاجئ فيني أكتر من اللي قبله، ما هيك؟ يعني هالواحد يحكي الحق. مزبوط. ايه وهذا يلي بيميزني عن غيري مو؟ لا يكبر راسك هلأ. قلتي لي رح تكوني جوعانة المساء، لهيك أنا جهزت لك أكل طيب. إيه بابا قلي كيف كان يومك؟ منيح ماشي الحال. ريما
عن جد مو معقول الاكل اللي مساويتيه قديش هو طيب، ماني مصدق. بابا ريما هي اللي طبخت اليوم. بالله يسلموا ايديكي، طيب كتير. ريت صحت انا وهنا بابا. قلتي بابا؟ فتون خير شبكي؟ هو يعني ليش شبني؟ أنا منيحة. صرت بعرفك منيح وبفهمك. بشو عم بتفكري هلأ؟ بصراحة أنا هلأ مبسوطة كتير، يلي سويت لي يا حلو كتير. ولهيك أنا خايفة شوي. من شو خايفة فتون؟ منك أنت، من حالي، منا نحن. بلشو أجل الخوف لأنه أجي وقت المفاجأة. مفاجأة كمان؟ شو رح تعمل أكتر؟ أنا ما بتخلص مفاجآتي وبتعرفيني، بس مدام عندك خوف خلص رح ألغي هالمفاجأة. لا بنوب، ما عاد خايفة أبدا إياد. طلعتي فضولية أكتر مما تخيلت بكتير. يلا خلينا نكمل أكلنا بالأول. كأنه هاي ملحة زيادة شوي. برأيي أنه أنت منزوعة طعمة تمك لأنه الأكل بشهي كتير. ايه بابا، كيف كانوا رفقات الرنيم خانو؟ ناح، مرق على خير هالمشوار. أكيد هدول الناس كانوا شايفين حالهم كتير، مزبوط كلامي؟ ايه مزبوط، هنن شايفين حالهم، هنن هيك حياتهم، نحنا شو دخلنا؟ أنا قررت أرجع أشتغل. حلو كتير، معناها رح نحتفل بهالخبر. بابا عن جد عم تحكي؟ يعني شو خطر لك هلأ ترجع تشتغل؟ أنا برأيي تضل مرتاح بالبيت، ليش بدك تعذب حالك؟ اطلع وفوت وغير جو، وحتى روح ساوي جولة بأوروبا مثلا. لا لا لا، بصراحة مليت كتير، بدي أرجع أشتغل. أنا بدي إلك تيجي تشتغل معنا بالشركة، بس ما بظن إنه هالحل يعجبك. خلص لا تشيل همي، أنا بدبر أموري. ماشي. هلأ شبعت. أنا لو كان في صحن تاني كنت باكل. أنا عم أمزح، ما عاد فيني آكل، يعني بلا فيني آكل، بس رح توجعني معدتي. روقي، هذا ما نو شي بيتاكل أصلا. ارفعي الغطا. رشاش مي. كانت ليلة حلوة كتير، مع أنه لو ما انبلت تيابي كنت رح انبسط أكتر، بس معلش. إياد ماني مسد عيوني. إيه بس مو هي مفاجأتي، لا تقلقي أبدا. لسه ما خلص.
أول وآخر شدة بالعبا. شو هاد؟ مكافأة لأنه ساعدتيني بتصليح السيارة. إياد، عن جد أنا ما بعرف شو بدي أقول. ما في داعي تقولي شي بنو، أعطيني إيدك بس. جد شكرا كتير، كانت ليلة حلوة ومميزة، وكمان الهدايا عجبوني. شكرا مرة تانية. حاجة تتشكريني فوتون، قولي شي تاني بقى بترجاكي، قولي شي. صرتي متشكرتيني شي 200 مرة. طيب على الأقل هالمرة قليلي شي فرحني شوي. شو بدك أعمل أكتر من هيك؟ ما فهمت شو بتقصد. كيف هلأ بدي أشرح لك؟ يعني ليلي شو هو رأيك فيني؟ هاي تعرفنا على بعضنا مو مزبوط؟ وقضينا وقت. إياد شو؟ إياد شو بالنسبة إليك؟ إياد أنا عن جد يلا احكي شو في براسك، بشو عم بتفكري؟ احكي قولي اللي بقلبك. نحن شو؟ نحن عشاق مثلا؟ ولا رفقات؟ ولا اخوات؟ نحن شو؟ لازم اعرف انا شو بالنسبه لك، على الاقل اعرف كيف بدي اتصرف معك. انا بالعاده كنت انسال هالسؤال، بس هي اول مره بحياتي بنحط بهيك موقف وبساله. ليكي انا ما بحب هاي الحركات. فتون لازم تاخدي قرار. فكري منيح، خدي قرار وجاوبيني. إياد أنا. لك لا عاد تقولي إياد أنا. اعملي شي تاني، قولي إيه، قولي لا، ضربيني كف أو احضنيني مثلا، ما بعرف، ابكي، ضحكي، بس بترجاكي اعملي شي. عم قلك أي شي. أنا لازم أمشي هلأ.
رايحة نام عند بتول، وبصراحة رح أخذ تاكسي لهنيك. وعن جد شكرا. اي نعم حبيبتي، شبك؟ ماشي طيب، تعي. ايه بالبيت، يلا ناطرتك لك. شو صاير معها هي؟ مين هي بتول؟ فتون. اياد ابني يلا رد على التليفون، يمكن الشاب يكون صاير معه شيء. الو نعم، انا هلا بحاجتك شريك. لما بدك تعملي جاتو ما بصير تكتري الكريمه عليه يا حبيبتي، هيك ما بيطلع طيب، لأنه ببعض المحلات يعني بيعبوه كريمة لدرجة أنه بتصير طعمته مقرفة ومو طيبة، بصير دسم. ما بيصير تخبيص، هيك بينزعوا. أنا برأيي أنه الكريمة لازم تكون قليلة أحسن. كيف انتقلنا من مصاصين الدماء للكريمة؟ بصراحة حبيبتي حكينا عن الفيلم صح، وحكينا عن المراوح والطيارات ومضيفات الطيران والألوان، الأحمر، الفريز والكريمة. مفهوم مروان، مفهوم. حبيبتي ممكن ما تزعلي؟ مروان بعد إذا بتريد. هو هالكلمة كبيرة علي. بابا، بس بدي يكون بابا. انت لشو عم تقول هالحكي مروان؟ انت شكلك ما بدك تصير اب. خلص فهمت. مو هيك حبيبتي، انا بعرف كتير منيح قديش انت حابة انه تكوني ام. انا مو بس بدي يكون ام، مو هيك، أنا حابة أن يكون أم لأبنك، هذا كل الموضوع. حبيبتي شو صاير معك؟ احكي لي بقى. احكي فتون، ليش متضايقة كل هالقد؟ صدقيني بترتاحي. ليك أنت ساعدتيني كتير من زمان، وأنا هلأ حابة أني ساعدك. يلا احكي. هو أنا وإياد قضينا وقت حلو كتير، وتعشينا عشا رومانسي بياخد لعقل، وكمان جاب لي هدايا ظريفة هنن رموز لكل الذكريات اللي قضيناها سوا. حلوة كانت هالحركة، فرحت كتير فيهم. وبعدين قرب لحتى يبوسني، بس أنا ما قدرت ساوي هيك. ليش يا روحي ليش؟ يعني لا تبالغي بقصة البوسة كل هالقد. بعدين انتو قبل هالمرة بستوا بعض، ليش مكبرة القصة؟ كنتي بوسي وخلصنا. هو بعدين سألني انه نحنا شو؟ ايه وانتي شو قلتي؟ ما قلت له شي، تركته واجيت. يا الله،
طيب ليش فتون؟ ليش سويتي هيك؟ أنا دورت كتير بتليفوني، قلبت فيه كتير ودورت. شكرا. من الألف للياء ما لقيت ولا اسم. بتصدق مرقت عليهم كلهم وبصراحة ما لقيت غير حرف الميم، مجد. مستحيل لا يرفيق مثلك. بعتذر منك. ليك شريك، أنا كمان المفروض أعتذر منك. روق. أنا اللي هلأ عم بعتذر منك. شوف، أنا بعرف إنه قسيت عليك ولهيك أنا بعتذر. مستحيل إني أقبل. خلص هيك بكون مبسوط. إيه، وأنا اعتذرت منك من شوي. بس هي ما بتنحسب. أنا اعتذرت بالأول. بس والله ما بيصير هيك. لكن تعال نعتذر بنفس الوقت. وكمان فينا ننسى القصة. أي والله اللي عم تقوله مزبوط. يلا احكي لي لشوف. فيني افهم انت وين ضيعتي مخك؟ لك بتبوسي الشاب اول مرة وبعدين بتنسحبي، شي بتقلي له خليني شوفك وبعدين بتقلي له ما بدي شوفك لاني ماني فاضية بنوب. فيك تفهميني شو بدك؟ بتول انت بتعرفي انه هالقصص مو سهلة علي بنوب. ايه صح، مو سهلة بنوب، بس هالمرة القصة كتير واضحة. انت بتحبي لهالشاب كتير. قلتك بحبه؟ ايه طبعا. على فكرة أنا كتير حبيت الهدايا. يا الله، شفتي شلون؟ أنت حبيبتي؟ فتون بلا قلة عقل بقى، شكر حدا جاب لنا شوية هدايا معناها بحبنا؟ أنا بعرفه لإياد منيح، هو زلمة ما بينوثق فيه بنوب، هو ما رح يتزوجك، تسلي وبس. يمكن معك حق. إياك توثقي فيها؟ لا أمبلا بينوثق فيه. فتون لا تسمعي له. لا 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 تردي عليها، لأنه رح تندمي بعدين. لا حبيبتي ما رح تندمي. بعدين معقول تسمعي كلام ريما؟ شو قلتي؟ عيب عليك. والله اللي عم تقولي مو عيب يعني؟ ليكي حياتي ديري بالك رح تتعذب. خلاص انتي وياها بكفي اسكتوا، ما ساعدتوني بشي. معك حق، نحن ما ساعدناكي ولا منقدر نساعدك، بس وضعك له حل واحد. شو يعني؟ شو الحل؟ نحن رح نحاكم اياد بالمحكمة. هيك لكان معناها شريكي ورفيقي اياد عم ينحرق بنار الحب هلأ، ما هيك؟ وبسبب فتون كمان. احكي اللي بدك يا، بس هذا اللي صار. مستحيل صدق انه انت عم تحب واحدة من قلبك، يعني كأنه انت صرت واحد تاني وما عم بعرفه. انا كمان مستغرب كتير بحالي. في حياتي ما توقعت انه ممكن يصير فيني هيك. انا بتول اويار، محامية عن المتهم اياد دينجر. سيدتي القاضية، أنا رح بلش بعد إذنك. أول شي رح أحكيه، أنا برأيي إنه نحنا لازم نترك ماضي إياد وحياته القديمة على جنب. لأنه الكل ممكن يتغير. لا أنا بعترض، ما فينا نقول ممكن يتغير، المهم الشي اللي على أرض الواقع. أنا قبلت الاعتراض تبعه. بعدين أنا بقول إنه الإنسان ما بيتغير، مستحيل. أها، معناتها أنت عم تعترفي إنه لساتك مثل أيام زمان وما تغيرتي، مو هيك؟ لا ريما تغيرت، وهي ما عادت مثل زمان بنوب، صارت إنسانة جديدة. بعدين ممكن تتركوا خلافاتكم شوي وتركزوا بقصتي لو سمحتوا؟ طبعا. حضرة القاضية، أنا بمثل النيابة العامة واسمي المحامية ريما. ما فينا نتجاهل ماضي إياد،
لأنه هو كان كتير أزعر، ضحك على بنات كتير وحرق قلوب، وهالشي كان متقصده، وكان يبتزع شيئاته لحتى يقدر يهرب منهم وما يتحمل مسؤوليتهم، لهيك بطالب ينزل فيه أشد العقوبات، حتى فين يجيب أحدى الضحايا لتشهد هون ضده بالمحكمة، وهالشي خير إثبات. أنا بعترض على اللي عم تقوله. على شو عم تعترضي؟ كل شي عم قوله واضح مثل عين الشمس. سيدتي القاضية، إياد بصراحة كتير بيستحق الاحترام والتقدير، لأنه هو كتير تغير بالفترة الأخيرة. ما شفتي كيف صار عم يتعامل مع رفقاته ومع يلي حواليه؟ وتغير بذوق لبسه كمان وغيره، مو ناقص إلا أنك تقيمي أكله كمان. حسستك مديرة مدرسة. سيدتي القاضية بعترض على كلامها، يا ريت تخلي هالشرشوحة تغير ألفاظها شوي. سمعتي شو قالت؟ ليك احترمي حالك أحسن لك، مفهوم بتول؟ أنا بطلب استراحة من الجلسة سيدتي القاضية. أنا أعصابي تعبت كتير وما أقدر أتحمل أكثر من هيك. رفضت طلبك. اسمعوا، أنا لازم قرر بأسرع وقت لأنه ما عاد أقدر أتحمل. تفضلي، شو بتقولي أنت هلأ ريما؟ قولي بس اختصري حكيك. أنا بدي أقول أنه إياد ما عم بيفكر بشكل جدي بالارتباط والزواج. إياد؟ أنت عن جد ناوي تتزوجها؟ قصدي لفتون؟ ولا أنت يمكن لأنه ما عطتك وش فقررت تحطها براسك؟ أنا زلمة منطقي، ما بسلم قلبي بهالسهولة لبنت. شريك، أنت وضعك ماله منيح أبدا، بعدين كمان عقلك ماله معك بالمرة، مو مزبوط؟ إيه مزبوط، بعمرها ما عملت فيني وحدة هيك، بس لو إنك شفت أنا شو عملت كرمالها، جهزت لها أكتر من هدية. المحامية ريما قالت أنه موكلة مجدي بمشاعره بنوب. بدي أسألك إلك سيدتي القاضية، مين بيجيب هيك هدايا لبنت إذا ما كان بيحبها عن جد؟ لا وكمان بيعمل لها المفاجآت هي كلياتها. أنا بعترض حضرة القاضية، أنا بطلب المحامية بتول على كرسي الشهادة فورا. كيف؟ طلعي على كرسي الشهادة، يلا نشوف. يلا، ممكن تحلفي إنك بتقولي الحقيقة وما بتقولي غير الحقيقة؟ ايه طبعاً بحلف. حلو، انتي بتعرفي السيد إياد من زمان، مزبوط كلامي؟ أكيد، بصفته رفيق أخي طبعاً. لو سمحتي جاوبيني ايه أو لا وبس. ايه وبس. كتير منيح. طيب كم علاقة جدية مرقت بحياة السيد إياد؟ شو هالسؤال السخيف هاد؟ ما بعرف. على حسب معرفتك ما في أبداً. لا أمبلا استني دقيقة، بتذكر إنه كان عنده علاقة واحدة مزبوط، وهن كانوا جديين كتير كمان، وأنا متأكدة من هالشي. ها يعني بهالثلاثين سنة كان عنده بس علاقة واحدة جدية؟ لا استني إياد، مو عمره 30 سنة. قديش؟ 25. شو هالمحامية هاي؟ مو هيك عمره، ما بصير تشلفي من عندك يا خانو. العمر معنه مهم، المهم إنه إياد ما عنده علاقة جدية أبدا بكل حياته. هذا بيعني إنه إياد بيستغل كل البنات يلي بيدخلوا لحياته وبعدين بيتركن وبيتخلى عنهم. لا تقولي هيك. خلاص قلت ومشي الحال بتقول. بهالحالة فتون رح تكون مثل باقي البنات، بيستغلها وبيعلقها وبيزتها لما بيمل منها. يعني فيك تقولي لي شو رح تفرق عن البنات يلي قبلها يا ترى؟ ها؟ فتون مو مثل باقي البنات، هي مميزة حلوة كتير بتجنن. من فترة طويلة شوف كنت عم فكر انه مشاعري انتهت، كأنه كنت مخدر، هلا طلع عندي مشاعر. هاي المشاعر حلوة وبتخليني مبسوط وبتضيق لي خلاقي، عم تعطيني حياة، كله عم بيصير معي بنفس اللحظة، مو معقول. بس بعدين بيطلع هذا الشعور، هذا اللي شو كنا نسميه، يمكن الحب. لك الحب ما له أهمية عنده، معناها أنا ما بناسبها، لك ما بتوثق فيني. نحن كيف فينا نوثق بهالإنسان؟ وكيف فينا كمان نأمن على بنتنا فتون مع هالزلمة؟ ها؟
هالزلمة ولي ما أحلى هالزلمة. شو هاد هالزلمة؟ عن جد طالع بجنن بهالصورة. شو كنت عم أقول؟ المهم قلولي كيف فينا نوثق بهالزلمة هاد يا ترى؟ بالضبط هذا هو الشيء اللي كنت بقصده. ما في عندي سؤال تاني. تفضلي حضرتك. في عندي اعتراض. استنوا. اي ماشي اعترضي اعترضي قد ما بدك، مو فرقانة معي حبيبتي. بس هو بينوثق فيه، شو بده يعمل أكتر من هيك حتى يكسب ثقته؟ يعني إذا هو بيفرش للأرض ذهب أنتو رح يكون عندكم اعتراض عليه. طيب يروح يفرش الأرض بالأول ومنحكي بوقتها. إياد الشاب الأنسب بالنسبة لفتون. لا إمكانية إنهم يجرحوا بعض عالية كتير. ما فينا نعرف من غير تجربة. ما فينا نجازف كمان. فتون معنا مضطرة أبداً إنها تفوت بهيك تجربة. بس بدون هاي التجربة ما رح نعرف شيء أبداً. وبرأيي أنت أكبر مثال على هذا الشيء ريما. لك أنت شو قصدك إنه تقولي يلا أحكي وخلصيني لشو؟ بكفي أنت وياها. مالتي أنا بعرف كيف طفولة فتون، وبعرف كمان كيف أتوقع لها الأحسن مشان مستقبلها. بس نحنا مالنا أولاد. عفواً، ولا أنا فهمانة غلط بتول خانو؟ فتون لازم تكون سعيدة. أنا كمان بدي إياها تكون سعيدة، بس مو مع إياد. لكن مع مين سببك إياد؟ بلا إياد. أنا مو مشكلة. طيب ممكن أفهم ليش ما بدك إياها تكون مع إياد؟ تكون سعيدة بحياتك. إياها تكون سعيدة. ليش لا سكرت أنا بدك إياد أنت؟ عندك مشكلة معه. إياد ما سعيدة. أنا كنت مبسوط وعين الله علي. ما هيك؟ عزابي وطاير. تفضل. راسي مرتاح. شو اللي صار هلا؟ ليكني عجبك هيك؟ احكي احكي. حالتي ما لها منيح، بعرف انه مو حلو بحقي ابدا. ايه بس مو بايدي. شو يعني انا كمان ما فيني اسكر هلا؟ مو من حقي انه اسكر؟ طبعاً من حقك، بس إياد لا تبالغ كتير. مالي حق أني بالغ كمان؟ أنا مو هيك قصدت. ساوي مثل ما بدك، خلص بالغ على كيفك. يا عيني عليك، هيك منكون تتفق مع وضيك. شكراً. أوه شو دفعت الحساب؟ شكراً إلك. بتعرف أني بتحب هالكلمة كتير؟ بتضل عم تتشكرني. شكرا كتير إلك. لا على راسي كمان. بس مو معقولة يا خانم لو سمحت، أصلا أنا اللي لازم إنه اتشكرك. يلا يلا خلينا نروح بقى. قوم معي. لك شو بك مجد؟ خلينا نكمل السهر. لا لازم أرجع، ريما ناطرتني بالبيت وانت هلا بتروح بالتاكسي. مفهوم كلامي؟ ريما ناطرتها؟ لأنها انتقلت لعندي. والله ماني متفاجئ ابدا. ليك شريك فهمني انت ليش هيك عم تساوي معي؟ قلي شو قصتك اياد؟ لا ترد علي، انا بحكي على الفاضي. انا اسف. كونوا مبسوطين ماشي؟ لك على القليلة يكون حدا بيناتنا مبسوط. يلا تعال يلا، لازم نلاقي لك شي تاكسي توصلك. ليك شو بدي لك، مشي منيح لأنه الظاهر أنك أنت سكران شوي. نحن لازم نستعجل لأنه ريما عم تستنى. يلا العمى خلصوني من هالقصة. معناتها بدي أسألك آخر سؤال. الليل العشق والحب كيف لازم يكونوا برأيك؟ العشق لما أنت تحسي معه بالأمان، ولما بتحسي إنه قلبك بده يطلع منك ويطير. العشق لما منكون مع بعض كون كأني طفلة صغيرة. العشق إنه نحلم نحن اتنين مع بعض
العاشر بيكون مشاركة. العاشر إنه تحسي بالتاني بدون ما يحكي. العاشر كون مبسوطة كتير. Şaşırt bugün beni.